استاذ محمود، في حزمة تحديات غير مسبوقه بتواجه الدوله المصريه، ربما لم اجد حتى من التاريخ كل هذه التحديات في وقت واحد، سواء ارهاب في الداخل، ازمه اقتصاديه، سد النهضه، الواقع في المحيط الاقليمي في ليبيا وغيرها وبيجري في المتوسط، كم من التحديات غير مسبوق بيواجه الدوله المصريه، البنيان التشريعي والبنيان المؤسسي وبنيان الدوله لمواجهه هذه التحديات والتعاطي معها. ازاي البنيان اللي بيحصل في مصر سواء على مستوى بنيه اساسيه سواء على مستوى بنيه تشريعيه هيؤدي الى مواجهه حقيقيه لهذه التحديات؟ طبعا اكيد يعني مفيش شك ان مصر ما تتعرض له مصر حاليا من تحديات، انا رايي من زمان ان هو الاخطر في تاريخها الحديث، يعني اخطر مرحله في تاريخها الحديث مصر تتعرض فيها لتحديات كبيره. يكفي ان انت يمكن لاول مره او يمكن من المرات النادره اللي تلاقي كل الحدود عندك فيها اشتعال وفيها قلق وفيها قلاقل، سواء الحدود الغربية، الحدود الشمالية، الحدود الشرقية، الحدود الجنوبية، كلها فيها مشاكل بدرجة أو بأخرى، الأمور بتتداخل معاك بشكل كبير. فبالتالي أنت كمان في مرحلة إعادة بناء المؤسسات، فبتوسع الرأي وبتوسع وبتستقر المؤسسات بشكل جيد، فأكيد ده كله بيعمل إضافة للدولة المصرية، لأن في النهاية التحديات كبيرة جدا ومحتاجة عمل 24 ساعة. والناس لعل الناس تخلي بالها أو تلاحظ ده، أن في ظل كل هذه التحديات في خطة تنمية ماشية بشكل سريع جدا، بشكل سريع. صحيح. إحنا نفسنا ما بنلحقش، يعني احيانا ما بنلحقش ناخد بالنا، كنت مش متابعين، مش ملاحقين يعني. صحيح. حتى كمواطنين الناس كلها مثلا كانت خايفه وقاعده في البيت خايفه من الكورونا، وده حقهم طبعا وده امر طبيعي، لكن في ظل هذا الامر الناس خرجت من بيوتها، لقت شكل مصر الجديده ومدينه نصر ومصر القديمه، وكم كباري وكم طرق كبيره تم استغلال الموقف، ونفق العروبه وغيره، يعني تم استغلال الموقف ان في حركه هدوء وتم عمليه بناء، مع ان كان هناك 100 حجة لأن الأمور بتتوقف. شايفين العاصمة الإدارية، شايفين العلمين، رئيس الوزراء كان هناك الأسبوع اللي فات، يعني أقصد حركة التنمية سريعة لأن الأمر لا يحتمل. يعني أنا كان عاجبني تصريح الرئيس السيسي لما كان بيتكلم على رفع أو تحرير الدولار وتحرير سعر الصرف، بيتكلم بيقول لك إحنا كان قدامنا يعني ترعة هنعديها، واخد بالك، بصعوبه، ولا لو ما كناش عديناها كنا هنبقى قدام بحر. صحيح. عايزين نعدي. صحيح. بحر بقى فين؟ فانت طول الوقت يعني طبعا صانع قرار في زي ما بقول في دوشه طول الوقت من تحديات كبيره وضخمه، ويا ريت التحديات دي كمان احيانا ما بيبقاش الناس انت ده كله وعليك ناس شغاله عليك 24 ساعه ما بين قنوات والسوشيال ميديا واللجان الالكترونيه شغاله 24 ساعه بتهد وبتزعزع عقيدة الناس. عشان كده ممكن أنا كنت من الناس اللي كانوا يعني مش أنا ملايين من الناس كانوا مؤيدين فكرة الرئيس السيسي. أنت حضرتك عارف أن بعض النخبة المنحنحة كانت بتقول ساعتها أن الراجل يستمر وزيرا للدفاع أفضل لمصر من أن هو يكون رئيس. بس لحظة على التعبير الحلو اللي عجبني قوي، النخبة المنحنحة. يعني كان تعبير رائع جدا، تعبير حلو، كلام يقول لك ان هو الراجل يعني افضل له ان يبقى. بس مش يعني كل النخبه يا استاذ محمود، لا بعض النخبه المنحنحه. يا استاذ محمود انا كلامي دقيق يا استاذ المنحنحه، بس هو المصطلح بتاعه واضح. النخبه المنحنحه يعني اللي هم شغالين بيمسكوا العصا من النص، اللي هو النخبه الرخوه يعني. صح كده، الناس بتتفلسف ويقول لك يعني افضل ان يظل وزيرا للدفاع. طب يعني احنا يعني ابراهيم سجل النخبه المنحنحه باسم الاستاذ محمود مسلم. فالفرصة ان انت كان يبقى عندك رئيس عليه اجماع شعب كبير، هو لولا ان هو كان ناجح ب 96 و97%، لولا ان هو قدر ياخد هذه القرارات وحوليه التفاف شعبي، لو كان جه رئيس بنسبة 50 60% كانش هيقدر ياخد القرارات الصعبة دي. هو نفسه الرئيس قال اكثر من مرة ان كانت الناس تقول لي لا بلاش عشان الشعبيه طب بلاش عشان الموضوع ده، لو كان كده كانت البلد يعني كان هيحصل طبعا قلاقل وهيحصل اهتزاز. لكن القرارات زي ما انت شايف، ممكن احنا عندنا خلاف مش يعني مش هنروح بعيد. لما جه حصل تطوير مصر الجديده والناس ما استوعبتش الامور في الاول،
واخد بالك؟ فالناس نزلت قالت لا ازاي، واللي عنده مكان واللي عنده حلم وكل دي امور مشروعه، واللي عايز الجنينه واللي عايز الشجر واللي عايز الكوبري، مش كلها امور مشروعه. لكن الناس انا اعتقد ان لما الناس شافوا الرؤيه كامله وما حدث في شكل مصر جاء، الناس اختلفت في النهاية بقى. الامر الثاني ما وقع قريبه جدا، الثانويه العامه. الثانويه العامه ناس لو تم استطلاع راي الناس او خاصه اولياء الامور، وبرضه الله يكون في عونهم، كانوا قالوا لا. واول امتحان حصل حمله على الوزير غير طبيعيه، لولا ان انت بادئ الاول تطوير ثانويه عامه، يعني تطوير تعليم الكتروني، بدات التطوير التعليم الالكتروني، لولا ان انت عرفت تنجح في هذا الملف في ظروف صعبه. والاهم والاخطر، انت كنت هتعطل سنه عن الناس. فاول امتحان انا فاكر حتى الان، وعجبني الوزير الدكتور طارق شوقي، لانه اللجان الالكترونيه اشتغلت عليه جامد سواء من الداخل او من الخارج. ولو اي واحد غيره كان، انا طبعا عارف ان هذا وراء دعم كبير من الحكومه، وراء دعم كبير من الرئيس، والرئيس بنفسه كان بيعمل اجتماعات عشان امتحان الثانويه العامه، لان امتحان الثانويه العامه دي لو باظت ولا كان في دوري رجع ولا كان في كلها. لا يعني ما كانش في حاجه رجعت في مصر، كان زماننا كلنا قاعدين لسه في البيوت لو امتحانات الثانويه العامه فشل. من اول فشل ليها كان ولا دوري رجع ولا ناس خرجت شغل ولا بتاع، كنا كلنا قعدنا ليه للناس المنظري الفيسبوك يتحكموا في مصير هذه الدولة. ففي كل هذه التحديات وانت طالع اللي مش عارف واحد، يعني انا شفت واحد على الفيسبوك كان كاتب قال لك وانا لبست الكيس في الثانوية العامة، لبست الكيس اللي هو بيحطه على رجله هو داخل، على ما وصلت كانت قطع. يعني 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 لو قعدت بقى انت، يعني ما اكيد انت لا اما جريت لا اما مشيت في حته صعبه لا اما يعني هو حاله ان هو ممكن يكون حصل يعني ان هو بايظ وبتاع، بس مش هو ده. لو الناس مشيت ورا الكلام ده البلد دي ما كانتش هتتقدم خطوه، البلد دي ما كانتش هتتقدم. لكن برضه ما بيتمش التجاهل، يعني انا شفت الحكومه قعدت وقررت وقالت لك احنا هنعمل فورمه للشكاوي، بس نبقى عارفين مين بيشتكي، واخد بالك؟ ابعت فورمه للشكاوي على الواتساب، ولو عندك شكوى تعالى نناقشها. فكل الكلام ده بيجي في التاريخ بعد كده، ما بياخدش كلمتين سطر. لكن صحيح. لو انشغلنا فيه في التفاصيل الكتيره، زي ما اقول لك انت عليك حمله، يعني ودي برضو ما كانتش في مصر من قبل كده، انت عليك فلوس كتير بتتصرف يوميا وحمله، لا لي شيء غير ان الناس تهتز ثقتها في البلد وفي القياده السياسيه.